يا صحابي ويا أولادي نصبو خيامي في هالوادي أرض الطف ساحة إقدامي نصبو خيامي نصبو خيامي أرض الطف إحنا وصلنا أرض اللي فيها مقتلنا هاي من الدار تربة إلنا بها ذبحتكم قدامي نصبخ يا عمي نصبخ يا عمي أرض الطف قصدي ومنواية فيها أهدافي وفيها الغاية سيروا يا أصحابي ويايا مقصودي بهالنهضة سامي نصبخ يامي ونزلوا الخدر باكر يلتم بينا العسكر يصبح يوم العاشر دامي نصبخ يامي نصبخ يامي بهذا الوادي حط رحالي اهنا مقتل كل رجالي مذبح اولادي واطفالي أنطركم والمدمع عامي أصبخ يا بنت أصبخ وحدي تالي أتخلوني من كل صوب القوم يجوني وابن ابن بقلبي صوبوني ويذبحوني ما نظامي أصبخ يا والخيل تدوسي على صدري وتهشم يا وجه احضامي نصبخ يا عمي نصبخ يا عمي الشرع الكويت ما فيهم رحمه عدواني تهجم وتفرهد صيواني بالنار تروح نسواني لان ما عدهم بعدي حامي نصبخ يا عمي نصبخ يا عمي ما فيهم رحمه عدواني تهجم وتفرهد صيواني بالنار تروح نسواني لان ما عدهم بعدي حامي يا من أصبح يا من هذا الوقت